السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزاف شباب اللي يبعثوا لي رسائل على الخاص يستفسروني على التجارة والسفر، فأجد فيهم شيئا من الحماس وعندهم همة عالية ورغبة كبيرة في السفر ودخول مجال التجارة. لهذا السبب حبيت ندير هذا المقطع نبين فيه جميع أمور التي تتعلق بالتجارة وطرق الشحن، فاللي راه مهتم ولا حاب يعني يعرف كيف تتم هذه الأمور يقعد معنا في هذه الدقائق لعله يستفيد أو على الأقل يدي فكرة. بداية من بين الأسئلة التي تتكرر وهي: عندي رأس مال تاع 200 مليون، أخيرا عندي 300 مليون وحاب نجيب سلعة من الصين، باش تنصحني؟ وغالب الناس اللي تقسي مثل هذه الأسئلة تجار، ومرات يكونوا فيهم ناس يخدموا في شركات ولا في إدارات وحابين يدخلوا مجال البزنس، يقول لك باغي نبدل حياتي. تلقاهم يسقسوا على الكابا وكاين اللي يحوس على طرق الشحن، يحوسوا على المكاتب اللي عندهم مصداقية. المهم كل واحد وعنده فكرة باغي يمشي فيها، وهذا أمر مستحسن من الإنسان يسقسي قبل ما يدير خطوة، وهذا هو الأصل. لأن الإنسان لما يقبل على أمر من أمور الدنيا يستشير ويستخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وكاين اللي ما يستخير ما يستشير، يصدم مباشرة في الحاجة اللي راه باغي يديرها، ومن بعد كي يصطدم بالواقع يندم. فلهذا صلاة الاستخارة مهمة جدا، لأنك تستخير الله في هذا الأمر الذي أنت مقبل عليه. إن كان فيه خير يتمه لك، وإن كان فيه شر يبعده عنك، وهذا يعني في ركعتين فقط. ندخل مباشرة في الموضوع. أنت مادام سألتني أنا بإذن الله سأجيبك بكل صدق وأمانة. أول حاجة لازم تبدأ بها قبل ما تدخل مجال التجارة، وهي أنك تقرأ ولو الشيء اليسير من كتاب أحكام البيع، حتى لا تقع فيما حرم الله وربما تأكل الربا وأنت لا تدري، يعني من خلال المعاملات التجارية التي تقوم بها. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من دخل السوق وهو يجهل أحكام البيع أكل الربا شاء أم أبى. هذا أول شيء ننصحك به. إذا الآن نبدأ بالحديث عن الكابا، ومن بعد ندخل في الشحن وما هي إيجابياته وسلبياته. أولا أخي الكريم، كي نقول الكابا نقول بزنسة. بزاف الناس يعني لما انتشرت مقاطع البزنسة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بزاف، ولو الناس يشوفوهم بحكم انهم يديروا لايف الى غير ذلك، راه فلاشين راه يشري راه يبيع، فالناس يتحمسوا على التجاره وتحمسوا على الخدمه تاع الكابا. فاخي العزيز، انا باذن الله هنا راح نعطيك واش كاين. لا تغتر بهم والمقاطع التي ينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخلينها غير لايف في الصين وكابا طالعين هابطين. انا نعطيك رسمي صديقي، غير الهف ما كان والو، الريح في الشبك، اهدار للطاقه الشبابيه ومضيعه للوقت، لانه اغلبهم مستغلينهم جماعه اللي يخدموا الكابا مقابل صرف يعني او دراهم معدوده، يطلعوا معاهم مصغر مساكين، يبعثوا معاهم كابات، يضيعوا لهم في حياتهم وفي وقتهم، يدخلوهم في ضمان معفن والمؤسف، يعني كلهم شباب مراهقين والله يحتاجون الى النصيحه والتوجيه. اي يبداوا حياتهم على اساس هش وقاعده وهميه، هما ضايعين ويزيدوا يضيعوا معاهم الشباب، لكن الله عز وجل راه يراقب راه يشوف واش كاين. وكما تدين تدان، هما ثاني كذلك يعني يجيب لهم الله عز وجل اللي يتسلط على اولادهم ويفلسهم، لانه الجزاء من جنس العمل. فالخدمه تاع الكابا تخليك انسان متاخر في حياتك، دائما مدر والافكار تاعك مشوشه وعايش في حاله ضغط وخوف دائما. لماذا؟ اولا باش تسلع من الله شيء خاصك تطلع معك 7500 اورو، هذا اكثر شيء واكثر قيمه يسمح بها القانون يعني باش تخرجها معك. وليكن في علمك انها ما تكفيكش باش ترجع مصاريف تاعك، يعني تلقى روحك مضطر باش تطلع دراهم زياده، يعني عمله صعبه، وباش تطلع معاك دراهم زياده راك عارف يعني لازم الطريق ولا غادي يخدم لك الطريق. لازم تدهنوا باش نكونوا صراحة، تدهنه مليح باش يسهل لك الامور، وما عاد الله كش ما يسرى وتتعكس لك الامور ويحكموك في المطار بالزايد، ما عندكش يعني تبرير، راحوا دراهمك وترجع في قضية تهريب أموال والتصريح الكاذب، الرحلة تاعك قادر تلغى وتروح يعني تلقى روحك مجرجر في المحاكم. المهم هما كي يطلعوا كي أصلا كي يجوا طالعين، يعني باش نعطيك نختصر لك كاع واش كاين، هما كي يجوا طالعين الكابا دايما معمرين فرماج طون دخان شما بزاف، كل شيء يصلحوه معاهم، يطلعوا كل شيء يعاودوا البيع تماك، هذه غير باش يعني يرجعوا المصاريف تاعهم باش تشوف بلي حاجة ماهيش صح، ماهيش تاع صح، ماهوش بزنس. وهنا تبدا المغامرة، كي تلحق اللاشين وتبدا تشري في السلعة ويلحق تاريخ يعني الرجوع، تجي راجع، كي تجي راجع للبلاد لازم تكون خادم طريق كذلك وضامنها. وليكن في علمك يعني هاد الخدمات ليست مجانية، هادو اللي راهم يهودوا الكابا ماشي باطل، الكابا الواحد راه يخلص عليها يعني تقريبا حتى 5 ملايين على حساب واش راه جاي في الكابا.
تما زوج كرواتي قاموا لك 10 ملايين كيما يقولوا هما قهوه ولا رشوه، سميها كما تبغي يعني، اسم تاعها راه واضح. ومرات واش يصرى يعني، البروغرام تاع المطار يتبدل، بمعنى صاحبنا اللي كان يستناك يعني باش يخرجك من الطابي من المطار يبدلوا له توقيت العمل. هي تلقى روحك تبدل في البي تاعك، وكل ما تبدل البي تاع الطياره تزيد تخلص اكثر، لانه يعني انت البي قادر تكون شاري 11 مليون، وكي الامور تتعكس ويعيطك يقول لك بدل، ما تجيش اليوم ما تجيش غدوه ما تجيش غدوه، تلقى روحك تبدل، وكل ما تبدل تزيد دراهم. بي تاع 11 قام لك 19 مليون، هي منا بدات الخساره. ومرات حبيبنا هذا اللي خادم لك الطريق يشوف الامور ما تعجبش يعيط لك يقول لك يا اخي غير ما كان لا تعود معك السلعه، زيد صبر. وانت هذا الامر ما يساعدكش، لانه المصايف راح تزيد عليك، تلقى روحك تدلل بالسلع على شيتها وتحوس وين تخليها في كاش بلاصه باش ترجع للبلاد خاوي. هي انا ديجا راك خاسر طول عرض. ونزيدك حاجه ما تكونش داير لها حساب، مي تكون جاي طريق امورك مريقله، دعوه هانيه سما صافيه، توصل طياره هي وتنزل تقارع الباجاج تاعك، تخرج تلقى جماعة واقفين تما في المطار يقارعوا لك ويقارعوا في البزنسة. وصاحبنا هذا اللي كان غادي يخرجك تليفون تاعه طافي، تعيط لها ما تحكمش، يا من تطفر يحكموك يضحوا بك عادي، يبعث لك ميساج يخسر عليك كلمة واحدة، الله غالب الشاف كان واقف وزادوا جابوا لنا جماعة وقفوا علينا. يا المهم يديروا لك محضر حز والغرامة المالية وتبدأ المتابعة القضائية. ومرات من تكون الدعوة مرخوفة تشوفهم طالعين هابطين، انت تحسب ما كان لا الديوانة لا بوليس المطار لا والو، دايرين طريق. هي تجي فترات تزير الامور، لانه مع هما يفضحوا ويمرقوها، طالعين هاودين يصرحوا لقاو في طريقه يجيبوه، فالله المستعان يعني هما يجيبوا روحهم الهضره والعين. ضرب واحد يتزير المطار، كي يتزير المطار خويا يطيحوا في الصحاح يصرحوا لهم كلشي ضرب وحده يرجعوهم تحت الصفر. انا عندي واحد الصديق ما عندهش اسبوعين من اللي تواصل معايا، مسكين كان هاود منا من لاشين، كان هنا شرا مع غير 30 حبة تاع افيشير، 30 حبة تاع افيشير يعني ماهيش حاجة اللي تلفت الانتباه. حكموا في المطار داو له محضر تاع حج مسكين، هو كان يحوس غير كاش ما يرجع بيها شوية دراهم فواياج الى غير ذلك. المهم داو له محضر حج وداو له غرامة، والله العظيم شافني مسكين قال لي ما درتش باللي على جات 30 حبة يديروا لي هذا المشكل، ودروك مسكين راه يحوس يدير مصالحة معاهم باش يسلك من المتابعة القضائية. إذا نقول لكم الخدمة تاعك خطأ، تقعد تباطيني في بلاصتك ومضيع وقت كبير من حياتك، فضلا على أنها تعرفك بناس ما يصلحوش، ما نقولوش كاع، لكن الأغلبية إلا من رحيم الله، أغلبية فاسدين. وهذا الشيء تشوفه فيهم يعني من أول يعني جلسة ولا من أول لقاء، تلقاهم يهضروا في مواضيع تافهة دايرين هكا قصرة بيناتهم، غير اللي يهضر مع صاحبه يقول له راني نطلع خمسة كباش، يقصد يعني المصغر الشباب اللي بعتوا معاهم الكابات. يقولها السمانة الجاية نطلع خمسة واحد أخرين، الله المستعان، يقولها بكل يعني فخر ما عندهاش إشكال، حسب روحه راه يدير في حاجة مليحة. هذا إنسان خلق الله عز وجل هو مسميه كبش، وما كانش غير كباش بين قوسين، كاين كباش وكاين نعش، بلا ما نتوسع في الموضوع، أنا نشرك وأنت فهم. فضيحة عابرة للقارة، لو كان نحكي لكم شرا صاري هنا راسكم يحبس، لحقنا لواحد الدرجة تاع الخماش الله المستعان، انترناسيونال يعني ولينا في الخماش الدولي. المهم الكلام عليهم يطول، وربما راني اعطيتهم اكثر من حقهم، انا فقط باش نبسط لك اخي وتعرف الخدمه تاع كابا، انت تكون انسان نظيف تدخل لها تتاثر يعني بالمحيط تاعها، وقادر تضيع، لانه الكابا وخدمه تاع بزنس كانت بكري دروك صاير راحت مع اللي جاوا هذا الجديد ضيعوها. المهم ننتقل لما هو مفيد وللناس بزاف اللي تقص عليه، وهو الشحن. انا جميع الشركات تاع الشحن اللي نعرفهم واللي شحنت معاهم بدون استثناء لا يقدمون ضمانات على الشحن ولا على البضاعة. كي تشري سلعة وتبعتها للمستودع تاعهم اللي يحكم عليك السلعة يعطيك وصل يعني بون تاع روسي تاع الديبو مكتوب عليه تاريخ الاستلام وعدد الكراتين اللي استلموها اللي حطيتها لهم، ويختم لك فوق الوصل هذاك فوق هذاك البون يدير لك خاتم طابع مكتوب عليه عبارة بدون ضمان، هكذا كبيرة عبارة بدون ضمان، بمعنى آخر لو كان كاش ما يسرى وتروح لك السلعة ما يعاودولكش دينار واحد، وما تقدرش تعترض عليه، لانه يقول لك نهار حطيت السلعه في المستودع اخر عز عطاولك ولقاك كتبوا لك فيها باللي ما كانش ضامن، فانت قبلت وحطيت السلعه يعني انا ما نقدرش نعوض لك، ويقول لك ربي يخلف عليك. هذه حقيقه لا ينكرها احد. انا قبل 5 اشهر كنت هنا في الصين، جاء معايا واحد الصديق يخدم الاحذيه، شرى سلعه هكا عاونته مشيت معاه شرى سلعه وبعتها عند واحد الترونزيت ما نذكرش اسمه مكتب الشحن هذا،
لما بعثناها عنده للمستودع لحقت حطوها عند الباب تاع المستودع. المستودع الكارج تاعها الريدو كان هاوت في النص عند المدخل تاع المستودع. قدر الله ما شاء فعل. هذاك النهار كان فيه تفتيش تاع المستودعات. جاوا المراقبين شافوا كراطين هكا محلولين عند الباب، يجوا مع الشرطه الى غير ذلك، فتحوهم لقاو سكيتشر، حزوها مباشره، سيزوها بدون تردد. وانا لما تواصلت مع مكتب الشحن قلت له يا اخي هذا الاشكال يعني كش ما في حل، كش ما تتعاون السيد ما عندهش بسم الله طالع. قال لي ما عندي ما ندير لك بكل بروده هذه الحادثه، والله ما عندها 5 شهور يا جماعه، ودي انا حاضر فيها وانا شاهد عليها. فالتاجر دائما يكون مستعد للمصائب عفاني الله واياكم منها. على هذه انا دائما ننصح التجار اللي يبدو جدد في مجال الشحن، اخي عندك راس مال صغير وراك باغي تشحن من الصين، ربي يوفقك، لا سيما ما تحطش كاع راس مالك اخي، لانك شما يقدر ربي بين عشيه وضحاها تولي فقير. انا احدثكم عن نفسي، انا مره سيزاو لي سلعه هنا في الصين ومرتين في دوله اخرى، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله لقينا باش نعاودو نبدو باش نعاودو نتحركو، والسبب كان من جانب مكتب الشحن، والله ما عوض لي دينار. بصح بديت نتحرك ما فشلت، والحمد لله الامور بعدها تحسنت. كاين اللي مسكين رجع تحت الصفر، واحد الشاب مسكين نعرفه تسيزا يعني في نفس الوقت اللي تسيزينا فيه حنا، سلعتنا كانت في نفس الحاويه، خسر خساره كبيره. قال لي راني تحت الصفر، قال لي دروك الصفر راني نشوف فيه بعيد عليا. فهذا مسكين كان يجيب الخمار من الصين، عنده راس مال قليل يخدم به تاع 200 مليون. الولد تاعي يعني كي شاف ولده ناشط الله يبارك، السلعه اللي يجيبها يبيعها يكملها، فقرر قال نبيع على السياره نزيد نعاونك كش ما يتحرك مليح. قال له هاك دراهم خدم وكي تريق امورك رجع لي الدراهم. والولد هذاك مسكين يعني راح للصين، مسكين شرا سلعه كالعاده، شرا كميه كبيره تاع خمار، حط دراهمه والوالد دراهم عطاهم له باباه، لكن قدر الله ما شاء فعل، حدث ما لم يكن في الحسبان. الحاويه اللي كانت جايه اللي تسيزات راحت في يعني في هذيك الفتره، اللهم استعان، بزاف ناس ابتلوا بابتلاء شديد. فتلاقيتها مع الوالد تاعي يحوسوا يروحوا عند مكتب الشحن كاش ما يعوض لهم. والله غير شفنا اصيب باحباط، قلت له يا اخي عوضك الله خيرا. لهذا دائما نوصيكم يا اخي، عندك دراهم عندك مبلغ حاول تقسمه، ما تروحش تشريه كامل سلعة تجنبا للخسارة الكبيرة. مرات الإنسان يستعجل الرزق تاعه، يبغي يطلع بالخوف، يبغي يسبق الرزق يا أخي، وفي الغالب في النهاية النتيجة تكون مرة. هذه هي يعني من استعجل بالشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. الآن ركز معي يا أخي، نعطيك نقاط مهمة جدا. باغي تجرب الشحن من الصين، أنا ما نبلحهاش ونضيقها عليك. أولا تبع هذه الامور وباذن الله راح تشوف باللي كنت نهضر لك في كلام يعني بكل صدق. ابحث عن مكتب تاع شحن يكون عنده سمعه حسنه، على خاطرش كي تتفاهم معاه بسومه تاع شحن يقول لك شحال نوصل لك الكراتين تاعك، يعني نهار توصل ساعتك للبلاد يقول لك سمعه واحده اخرى يخلعك. وهذه انا صارت لي مع مكتب شحن هنا. نهار اللي جيت قبل ما نعطي الشحن للسلعه قال لي شحال نوصلها لك، ونهار اللي جابها لي دار لي سعر اخر اللهم استعان، ماشي زاد عليها مليون ولا زوج ولا خمسه، زاد عليها مبلغ تاع 40 مليون اللهم استعان، فانصدمت معاه. المهم لازم تشوف مكتب شحن يكون ثقه وراجل. ثانيا تاجر، حاول تاجر في المجال اللي تعرف له، ما تخلطش في امور ما تعرفهاش، مشي من اختصاصك لانك غادي تخسر. تاجر في الحاجه اللي تعرفها. ثالثا اذا عندك راس مال قليل اصبر، صير روحك في البلاد، يعني 200 300 هذه ممكن تعبك، زير روحك في البلاد اصبر، حاول تكبر شويه من راس مالك باش لما تطلع تشري سلعه من الصين تحس بالفائده، تحس بالفائده تاعها وتحس روحك درت خطوه الى الامام. لانه اذا كان راس المال تاعك ضعيف كي تجي هنا لاشين تشري سلعه نهار تشحنها وترجع للبلاد وتوها توصلك سلعتك، تقسم انت بطبيعه الحال المصاريف اللي صرفتهم يعني تقسمهم على على البضاعه تاعك، يعني تلقاها تقريبا تقام لك كيما كنت تشريها في البلاد مع الكروسيت. هنا ما راح تربح والو، ضيعت وقت كبير وبلوكيت دراهمك، لانه باش تحقق السلعه تستنى واحد ثلاث اشهر. في المقابل كنت تشريها يعني من البلاد بنفس السعر اللي لحقاتك به، وبالعكس ربما في البلاد يعطيها الكريدي وتخلص في غرضك. اذا لازم يكون عندك مبلغ معتبر اللي تطلع به، ويعني على حساب المجالات، كاين اللي ربما 400 مليون تقضي له تكفي له، لان المجال تاعها ما يطلبش بزاف دراهم ولا برودوي اللي يشري ماهوش غالي بزاف، كاين اللي لا لازم يكون مبلغ شويه معتبر باش هذا هو. رابعا ما تغامرش براس مال كامل للأسباب التي ذكرناها سابقا. خامسا إياك تتسلف دراهم وتطلع للصين تسلع بهم، باش ما عدا الله إذا خسرت تخسر وحدك، ما تلقاش روحك في مشاكل مع الناس. اصبر يا أخي الكريم، خدم في البلاد زين روحك وما تستعجلش، ما تحوش تطلع بالخوف. لما ربي من عليك وتحكم شوية دراهم دير فيزا وطلع على لاشين
وخدم بعقلك ودوك تشوف النتيجة، يعني بعد مرور سنة سنتين تشوف روحك باللي تحسنت وتبدأ تجارتك تكبر. وكاين أمر آخر ننبه عليه، ألا وهي المشاريع الصغيرة. في الحقيقة هذه أمور مهمة جدا، كي تبغي تجي لاشين حاول تجيب في الوقت على فور من يكون كاين المعرض وتشوف الآلات والماكينات اللي حطوها الصينيين، تلقى آلة ماكينة بسعر يعني ماهوش غالي، يعني تنتج بها أمور ما تلقاهمش عندنا في البلد متوفرين. فلو كان يعني تجتهد وتجيب هذيك الآلة وتبدأ تخدم، ما شاء الله يولي عندك عمال، تولي عندك مؤسسة صغيرة، تولي تنتج فابريكاسيون. هي تبلك في بداية أمر صعيبة، بس والله تقبل عليها وفيها الخير الكثير، وبإذن الله بعدها المشاريع تاعك يزيدوا يتوسعوا، المشاريع تاعك يزيدوا يتوسعوا، وتلقى روحك في مشاريع أخرى، وتلقى روحك قطعت صوت كبير ما شاء الله تبارك الله. ماشي تبقى تتبع في البزنس ولا يعجبوك من يكونوا طالعين هابطين، ما يغروكش أخي. هذيك أنا بالنسبة لي عندها طلبة، لأن عليه كيدور عليه العام يلقى روحه هو ما تقدمش خطوة، وهذا هو المعنى الحقيقي تاع الريح في الشبك، ما كان والو أخي. أخيرا أنصحك باختيار الرفقة الصالحة في السفر، باش إذا عواجيت صاحبك يرجعك للطريق يا أخي، لأن هذه بلاد غير بلاد إسلام، وفيها المغريات لفتن تعرض على قارعات الطريق. وهنا أذكر أمرا يعني ما ينبغي أن أذكرها، بصح نقول لكم يعني من باب والله باش تاخذوا حذركم، لأنه أكثر عرضة للفتنة هم الشباب. أنا جيت داخل الفندق أنا الأوتيل، لقيت زوج تاع شباب لا يتجاوز سنهم 25، اللهم استعان، لقيتهم واقفين مع هادو بنات الشارع، وحدة يتساوموا معها اللهم استعان، والله قلبي ضربني أقسم بالله. هذا ولدي على بالهم، راهم حاسبين ولدهم راح يخدم بزناسي يروح يتاجر، فأمر والله اللهم استعان على هذه، قلت لكم يشوفوا وما لقاوش لين صح، باش تعرفوا قيمة الخطر الذي يحدق بهؤلاء الشباب، الفئة تاع الشباب اللهم استعان. بزناسي ما يهمش يجي معاه خمسة ليجان يطلعهم هنا يخلص لهم البيي بروموسيون غير باش يهبط معهم كابات، ما على باله وين راحوا، ما على باله وين داروا، ما على باله مع من راهم، شنو راهم يديروا اللهم استعان، لأنه علاه ماهوش ولاده اللهم استعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قدر لك الله عز وجل وجيت هنا للصين وبغيت تبدأ تجارتك، حاول قدر المستطاع تبتعد عن الأمور اللي فيها شبهة، لأنه في المعاملات تكون كثير من الشبهات في البيع والشراء. ماشي الحاجة اللي تلقاها في طريقك تجيبها تشريها متحوس على إذا حلال ولا حرام. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتركون 70 بابا من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام، يعني معاملة مشروعة وحلال كانوا يجتنبونها ما يروحوا لهاش خوفا من أن يقعوا في الحرام، لأنه الآن أغلب التجار لا يتورعون إلا من رحم الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. فحاول أنت أن تكون من هذوك التجار اللي قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. والله الموفق، الله يجعل في هذا القدر كفاية. على بالي اللي طولت وأخذت من وقتكم، لكن إن شاء الله تكونوا اديت نظرة عامة على الشحن والكابة. فإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله. بارك الله في الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.